السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لأحداث ثورة تشرين، حيث نناقش استمرار التظاهرات الرافضة للعملية السياسية واستمرار استهداف المعتصمين والمتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب في ظل تصميم الثوار على استمرار ثورتهم، فيما تصر الأحزاب الحاكمة على التمسك بالسلطة والصراع فيما بينها على المناصب رغم كل التحديات التي تنذر بانهيار البلاد بشكل كامل مع تفشي وباء كورونا وتداعياته على الوضع الاقتصادي للبلاد مع وجود ملايين العراقيين أو هم يعيشون تحت خط الفقر. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. ومعنا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة بشرى عبد الواحد. أهلا بك دكتورة بشرى. أهلا بكم، شكرا جزيلا. إذا بدأت معك دكتورة بشرى، طبعا المعتصمون يقبضون على مسلحين بقنبلة هجومية قرب ساحة الطيران وسط بغداد، هل من معلومات أكثر عن هذه الحادثة؟ نعم، بالتأكيد إلى الآن بالنسبة لي ما وصلني حقيقة، لأنه إحنا هالأيام مشغولين أكثر شيء في توجيه اللجان يعني لردء هذا الوباء الجديد الذي دخل على العالم كله ومن ضمنه بلدنا العراق. فحقيقة أنا أسمعك شيء بسيط هيك عن هالشيء هذا، ويعني هم ما زالوا مستمرين هؤلاء، يريدون أن يفشلون ثورتنا في أحلك الظروف. يعني الآن العالم كله الأرواح دا تروح ودا تسهق، ورؤساء دول تبكي، وأطباء كبار دا يكونوا، علماء راحوا، وقواد يعني قواد جيش راحوا، وكثير من الناس اللي راحت يعني من مختلف صغار وكبار، وهؤلاء بالوقت نفسه اللي المفروض هم يحمون الثوار، يحمون البلد، يروحون يوجهون كل هاي طاقاتهم وكل أموالهم اللي دا يصرفوها. يعني قنبلة شقد راح تكلفهم؟ يعني اكيد بذاك الحساب من المبالغ، فالمفروض عليهم ان يوجهوها للناس الفقراء اللي هي جوعانه، على الاقل يكسبون رضا الله اللي هو بهذا الوقت راح يبليهم في ابتلاء كلش كبير، ان شاء الله يبليهم لهم وما يبلي الناس الابرياء حقيقه، لانه يعني هؤلاء الناس هم ناس دمويين، ناس ما يحبون الخير، ما يحبون الحريه، هم ذيول اللي مسؤوليهم للي اكبر من عندهم للي يوجههم، ذيول بايدين هؤلاء، ريموتات لازمين لهم ودي يحركوهم كانهم دمى. يعني حقيقة بالضبط هؤلاء بالضبط دمى، لا يفكرون بالمستقبل، لا يفكرون بالله، لا يفكرون بالإنسانية، لا يفكرون بالأرواح اللي دا تزهق أو الأطفال اللي يخلفوها من بعد هؤلاء لما يستشهدون آبائهم. لا، يعني جدا صعب علينا أنه نشوف هيك ناس ردلاء ما بين الناس الطيبين والناس الثوار اللي هم يردون بناء، يردون حرية. هؤلاء ضد الحرية، ضد هم خفافيش ظلام، مثل ما احنا تعلمنا على هذه المصطلح انه هؤلاء خفافيش ظلام حقيقة، يصطادون الأرواح الطيبة في الظلام في الأماكن يعني قبل كم يوم هجموا عليهم بالليل، زين ليش بالليل؟ ليش ما تجون بالنهار وتواجهوهم؟ ليش تجوا لهم بالليل ترعبوهم بهالوقت؟ وبعدين انتم ربما انتم اللي حاملين فيروسات، يعني 100% انتم بما انه جايين من عبر الحدود وانتم تنتمون الى بلد من خارج حدودنا، وذاك البلد موبوء، فعليكم ان تلتزمون تنحجرون في بيوتكم، وعيب عليكم ان تطلعون تضربون شباب مطالبين بحريه، شباب متعلمين مثقفين. يعني دكتوره بشرى، بهذه النقطه استمرار عمليات الهجوم على المعتصمين رغم ان المتظاهرين المعتصمين في ساحات التظاهر التزموا بالتعليمات الصحيه والطبيه بالبقاء في الخيام وعدم الانتشار وعدم الاحتكاك باخرين، وهناك حملات للتعقيم وتطهير الساحات، لماذا يتم الاعتداء عليهم والهجوم عليهم بهذه الطريقة وثلاثة جرحى الآن بهجوم مسلح على معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية؟ نعم، أكيد هؤلاء مثل ما قلنا هؤلاء يحبون الحرية، لا يحبون الإنسانية، فيردون أن يفشلون ثورتنا. يعني بأي طريقة هم من أول يوم، من يوم 11 لحد الآن هم يعني تعددت الأساليب اللي حاربونا بها واللي ضربوا بها الشباب واللي حاولوا أن يقتلون هذه ويؤدون هذه الثورة العظيمة. هذه ثورة يعني حقيقة حتخلي جذورها بعمق التاريخ، لأنه شباب رائعين، شباب مثقفين، يريدون همهم لا ليس همهم أرواحهم، وإنما همهم حب الوطن والناس اللي عايشة به والأطفال ومستقبل الأطفال. حقيقة يعني هذه ثورة، يعني ثورة مميزة ما بين كل ثورات العالم، وثورة في زمن حديث، في زمن الحداثة، إنه هذه في زمن الحداثة ماكو هيك، يعني ماكو هيك شيء يحصل بالبلدان الأخرى. يعني العراق، هو العراق بلد عظيم معروف من جذوره وحضاراته، بلد عظيم وناس عظماء الحمد لله، والدليل إنه نحن الآن
يعني متكاتفين، الشعب الطيب متكاتف، لكن هؤلاء المشتطين عن الشعب اللي هم ايدي بايد بايد الاعداء، هذول بيحاولون يدمرون الحريه والانسانيه، يحاولون ان يقتلون اكبر عدد من الناس الطيبين حتى هم يبقون مزروعين، بعدين هم هذول مندسين اصلا باجر يعني طيب. ينطوهم اجر ويروح، يعني عيب عليك انه توكل اطفالك مال سحت وحرام. سأعود إليك بعد قليل دكتورة بشرى عبد الواحد، أنتقل للدكتور رافع الفلاحي مرة أخرى. دكتور، بالرغم من الكارثة التفشي فيروس كورونا مع منظومة صحية متهالكة بالكامل ونظام اقتصادي منهار، رغم كل هذا طبعا يستمر شركاء العملية السياسية بالضغط على ساحات الاعتصام بالاعتداء عليها بهذه الطرق وإيقاع مزيد من الجرحى والقتلى حتى أو الشهداء في الساحات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ربما يعني هؤلاء الذين يحكمون العراق من عام 2003 لحد الآن أقل ما يقال عنهم أنهم لا ينظرون حتى أبعد من يعني أقدامهم، موطئ أقدامهم. حقيقة هذه لم ينظروا يعني أبعد من موطئ أقدامهم لمسافة صغيرة طوال هذه السنوات. كانوا يعتقدون أنه كل الأرض اللي تحتهم هي ثابتة ما دام هناك قوى في العالم ترعاهم، قوى دولية وقوى إقليمية ترعاهم، أمريكا موجودة وإيران موجودة والعالم كله يعني صامت عن كل الجرائم اللي يرتكبوها من فساد وقتل وتدمير وتخريب وتغيير ديموغرافي، وتصوروا أنه كل هذا النهب والسرقة سيمضي في طريقه، وهذا الشعب قادرين هم يعتقدون أن يكسروا إرادته على الحياة. بعد ثورة تشرين، هذه الثورة المباركة، تبين أن الشعب يعني هي كانت قبلها كثير من التظاهرات اللي حصلت، لكن استطاعوا أن يقمعوها، استطاعوا أن يذوبوها، لكن في هذه الثورة، في هذه التظاهرة عندما خرجت لم يستطيعون يواجهوها حقيقة، ولأنه إطارها إطار مختلف، إطار رائع، إطار عراقي عابر للطائفية عابر للمناطقية، راية واحدة، أهدافه واضحة، هدف الثورة واضح كان من البداية، ليس كهرباء وماي وما أعرف شنو، وهم كانوا يحاولون أنتوا طالبوا خدميات إحنا نستجيب لكم نتفاوض وياكم، لم يكن الثوار يقبلون بهذا. الهدف بعيد، الهدف من البداية كان إسقاط النظام، الهدف هو إعادة العراق، نريد وطن. هذه كان يجب أن تعطيهم درس، يجب أن تنبه كل ذول اللي بالعملية السياسية أن الخطر كبير ويجب أن ينتبهوا له، يصححوا أوضاعهم، يحاولوا أن يهربوا ربما بأي طريقة، لكن مع ذلك ظلوا مصرين، قتل وتنكيل وميليشيات ومحاصرة في كل مدن العراق للحد اللي دخلت فيها هذا المرض، الوباء الكبير، وباء كورونا. هذا الوباء مع دخول هذا الوباء ولحد الآن هم يعتقدون أنه هم لديهم القدرة على الاستمرار. أولاً حتى من غير هذا الوباء كان يجب أن يحسبون أنه الأيام القادمة للثوار وللعراقيين وليس لهم. يعني خلص ما قبل 1 تشرين ليس مثل ما بعد 1 تشرين، والأمور يجب أن يحسبوا حسابهم بطريقة أخرى، أن يهربوا، أن ما أعرف شو يسوون. المهم المستقبل ليس لهم، مستقبل لأهل العراق للثوار مهما فعلوا. الثورة شقت طريقها وانتهت والأهداف واضحة، ولا ساحة لهم داخل العراق، ساحتهم محصورة في مناطق معينة، حركتهم ضاقت عليهم، يكاد يخنقون، وكل شعاراتهم سقطت وكل أقنعتهم سقطت، وحاولوا بطرق عديدة وبوجوه عديدة أن يغيروا الاتجاه لم يستطيعوا. ووصلنا إلى هذه الحالة وجاءت كورونا، ما زالت رؤاهم هي لا ينظرون أبعد من موطئ أقدامهم، لا ينظرون إلى العالم كله يتغير، العالم في حال من الصدمة من الرعب. هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى في العين فكك العالم، الآن العالم جزر متباعدة، صحيح. الآن الكل يبحث عن قارب للنجاة، وهؤلاء يعتقدون أنهم باقين وإيران باقية تدعمهم. إيران ستسقط، إيران منتهية، إيران بؤرة منخورة، وأمريكا غير قادرة أن تفعل شيء، والدنيا غير شكل، والعالم غير شكل، وهم تركوا العراق بهذه الطريقة. لاحظ 17 سنة كل برامجهم كانت لتجهيل العراقيين، كل البرامج التي وضعت كانت هي لتجهيل العراقيين، لإفقار العراقيين. لدينا في العراق 12 ألف عراقي تحت خط الفقر، يأكلون من المزابل،
مع الأسف في هذا البلد. نعم 12.38% وزارة التخطيط تقول أنه تحت خط الفقر. صحيح. من تحسبها 38 طلع أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. لدينا جهل وأمية مصيبة كبيرة. 7-8 ملايين لا يعرفون القراءة والكتابة وعدى القراءة والكتابة يا ريت لو على القراءة والكتابة لكن جهل مطبق. فبالتالي الرؤى وهذا هو هم كانوا يعتقدون وهذا هذا برنامجهم انه كلما جهلت المجتمع استطعت ان تقوده بهذه الفتاوى بهذا الكلام الفارغ تقوده باتجاهات معينه وستمضي سفينه الحكم لصالحهم. هذه قضيه لا يمكن. هذه ما لها علاقه بسنه وشيعه وكردي وعربي. هذا لها علاقه بالانسان. الانسان هذا العراقي هذا ابن هذا البلد اللي حضارته بعمق التاريخ 10,000 سنة وأكثر في عمق التاريخ اللي بنى كل هذه الحضارات فيه هو الإنسان الأول على الأرض هو اللي وضع الكتابة اللي هو وضع مسلة الحقوق هو اللي هو علم الناس الري وعلمهم البناء وعلمهم بناء المدن وعلمهم واخترع العجلة هذا الإنسان لا يمكن أن يقبل وريث كل هذه الأمجاد وهذه الحضارات لا يمكن أن يقبل أن يعيش دوناً عن الآخرين بمستوى أقل من الآخرين وإذا به الآن يفتك فتك. هذا الكورونا الآن كل الأرقام كاذبة كل الأوضاع كاذبة. البلد يعني ليس له إلا الله والمناشدة للعراقيين أن يجلسوا في بيوتهم لأن الوضع خطر وهذه الحكومة ليست معكم هذه الدولة ليست معكم هذه كاذبة وخادعة وهذا النظام كله السياسي كله كاذب وخادع وذولا أقل ما يمكن كان ممكن يهربون إلى أي مكان لكن حتى الآن الهروب يمكن صعب بالنسبة لهم لأن أين يذهبون كل الدول الآن قطعت وانعزلت فأموالهم هناك وعوائلهم برا وهم الآن معرضين لمخاطر كبيرة بالتالي هذا البلد عندما تباوع يفرضون حظر تجول والعالم بالشوارع ماكو هيبة للدولة يضطر وزير الصحة يتوسل بمقتدى الصدر وبحسين الصدر وما اعرف منه لكي تتدخلوا لمنع الناس وين الدوله انت في عام 2020 انت يفترض الدوله لها هيبتها يفترض 17 سنه انتم جيتوا حتى تبنون نموذج بالدوله محترمه بالامن مستتب بالحياه مستقره بنظام صحي متكامل بنظام تعليمي متكامل بنظام اقتصادي متكامل كل شيء ما كل البنى التحتيه اللي كانت في العراق انتهت الان العراق يعني مثل العاري يعني مكشوف امام الجميع مكشوف امام هذا الوباء اكثر دول يعني ربما احنا مكشوفين امام هذا الوباء ولدينا بؤره بجانبنا 1200 كيلومتر مفتوحة علينا ما زالت مفتوحة علينا لحد الآن يكذبون يقولون قطعنا الحدود لم تغلق ما زال الإيرانيين يتدفقون على العراق وما زال الوباء وإيران عندها وباء كارثة ما لها علاقة بمذهبك وعقيدتك ما لها علاقة يجب أن يقنع العراق ما لها علاقة بهذه القضية هذه لها علاقة بوباء جايك مرض العالم هي إيران لو الوباء بينا مشان غلقت الحدود ومنعت كل العراقيين يدخلوها بس إحنا هذا المصيبة هاي الميليشيات والمصيبة الانتماء إلى إيران وين راح يودي العراق كارثة كبيرة مناطق كبيرة بلا خدمات فقراء متكدسين سكن ماكو خدمات ماكو بنى تحتية ماكو بالتالي المرض سيفتك بالعراقيين لا سامح الله وبس رب العالمين سبحانه وتعالى يحمي هذا الشعب الطيب وهذا الشعب المسكين اللي جوذوا لي حكموه بالجهل والطائفية والخراب والدمار والسرقة والفساد هؤلاء سقطوا سقوطا مريعا وهذا الذي حصل يعني سبحان الله يعني بقدر ما الكورونا هي شيء يعني شيء نتمنى أن يزول لكن وسلبياته كبيرة لكن أيضا إلى إيجابيات هم أظهر للشعب كم هؤلاء لا يسمون شيئاً ومن المعيب أن يحكمون هؤلاء العراق اللي ما بنوا مستشفى اللي ما بنوا مركز صحي اللي ما عندهم شيء يكذبون حتى في أعداد المصابين وأعداد الموتى والآن يتحدثون الآن قادة من 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 من, من الميليشيات يتحدثون يقولون أن الجثث مكدسة في المستشفيات ولا أحد يدفنها مصابين بكورونا كلهم من العراقيين هذه المصيبة شلون هذه وين رايحين بالبلد
هذه هي الكارثة الكبيرة. طيب. سأعود لك بعد قليل دكتور. دكتورة بشرى، مركز حقوق لدعم حرية التعبير أدان تكرار ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في العراق من قبل القوات الحكومية والميليشيات. لماذا يتم اتباع هذا الأسلوب مع الصحفيين والإعلاميين رغم أنهم مجرد ناقلين للحقائق وناقلين للوقائع الموجودة على الساحة العراقية؟ لم يضيفوا شيئا من عندهم ولم يقوموا بالتبلي على السلطة الحاكمة أو ميليشياتها. نعم بالضبط. هؤلاء اولا لا، مثل ما تفضلت قلت لحضرتك انه هؤلاء ما يحبون انه تظهر الاشياء على حقيقتها، لانه هم دائما في الظلام، فذلك ما يحبون انه تنعرف او تنكشف كل الائهم وكل تصرفاتهم وكل يعني الاجراءات القتل اللي بيتبعوها ضد الشعب بشكل عام وليس فقط الثوار. نعم. والدليل انه من زمن انه يعني منذ 2003 ولحد الان كم من الصحفيين راحوا من ادنى، يعني كم قتلوا، كم صفوا، كم اعتدوا عليهم من البنات، مع احترامي لكم يعني. فهؤلاء ما يحبون ان تنكشف حقائقهم وما ينكشفون انه وما تنكشف ايضا ارتباطاتهم اللي هي خارج حدود البلد، ان هم متعمقين بالجذور الى خارج حدود الى دول اخرى الى ايران بالذات يعني. فهؤلاء ما يحبون انه امورهم ان تنكشف، لذلك يقتلون دائما الحقيقه، والاعلام هو حقيقه دائما، الاعلام في الضوء وهم في الظلام. حقيقة هؤلاء ناس لا يستحقون الحياة ولا يستحقون العيش ولا يستحقون أن يكونون يحكمون العراق. مثل ما تفضل الدكتور أنه يعني الجهل والتخلف أصبح بالعراق شيء كبير، وليس للشهادة علاقة، وليس للتعلم بالثقافة والوعي علاقة. كثير من الشهادات العليا تصور يركضون وراء مقتضى الصدر وراء هذا الخزعلي وراء ما أرطمونه، والدليل أنه الخزعلي سوى لمكتب مال أساتذة دكاترة وعلماء، تصور يركضون وراء. شنو انت حتى دولة يركضون وراك؟ شنو دولة؟ عيب يعني على دولة الكبار، هم المسؤولين يعني اللي شالين حملة الشهادات وحاملين علم، المفروض هم يوجهون علمهم للبلد، مو يركضون ورا هذا وذاك. دولة خفافي ظلام، دولة ابدا عمرهم ما يحبون الحرية، لذلك هم يقتلون كل شيء جميل، كل شيء ب يعني كل شيء بحقيقة، كل شيء يعني ما يدفع الى مصلحتهم، ما يداري مصلحتهم، كل شيء بحقيقة وواقع، كل شيء يكشف ما وصل إلى المجتمع العراقي من تهر ومن أذية ومن تخلف ومن جوع ومن قتل. ما يحبون هالشيء هذا، لأنه هذا يعرفون هم اللي إيديهم يعني ملطخين، إيديهم لطخة بدماء العراقيين كلهم منذ أن قبل حتى من يجون من 2003، لأنه كانت مستمرة هاي التفخيخات أيام الضربة المستنصرية، ايران طيب. لما انفجرت وتبنتها وغيرها والاذاعه، يعني كثير كانت تفجيرات، وهم السبب، هم نفسهم، لانه كان العامري هو بلسانه قال انا قائد بايران، بيطلعون الصور مالته وقائد يقتل العراقيين، وياما اذى الاسرى، ياما اذى اسرانا اولادنا اللي قائد دافع عن حدود العراق وعن شرف العراق. دكتوره بشرى، هؤلاء اللي يحبون الحريه، اللي يحبون الاعلام، اللي يحبون الشمس، اللي يحبون الضوء، هؤلاء دائما يقتلون يختبئون. لو صدق هم همهم على الشعب، ولو كان يحبون الحريه والضوء كان طلعوا الان على الاقل يطلعون يفقدون الاخرين الناس. يعني مخجل انه محافظ البصره انه لما ينادي الشعب يقول لهم احنا راح نسوي صندوق تبرعات من المجتمع، لك عيب عليك، عيب عليك. هذا انه انت المفروض اول شيء فلوس رفحه، هذا كافي انه من كل واحد بيطلعون 500 دينار مو اكثر، 500 دينار راح يعني يقدرون انه يغطون الفقر والجوع اللي الناس لهالايام محصوره ببيوتها. طيب دكتوره، اطلقتم هاشتاج وعد ترجع الثوره على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تخشون على ثورتكم من ان تسرق من قبل اخرين، من قبل الأحزاب الموجودة أو الميليشيات بزعمائها وبعض أنصارهم؟ نعم بالتأكيد نحن جدا نخاف على ثورتنا، لأنه إحنا تعبنا بهاي الأيام اللي جينا وقعدنا بالشوارع وبالشمس ونروح ونجي وبالليل وبالخوف وبالرعب، وهم يقتلونا وأخذوا بناتنا وأخذوا ولدنا، والآن أولادنا ثلاثة أرباعهم بالسجون، بالمعتقلات، سجون الحكوميه والسجون الخاصه مالتهم. فالمفروض هسه هم يطلقون السجون، كل العالم بيطلقون السجون، انت شنو حتى مدى تطلقون السجناء؟ المفروض تطلقون السجناء بهذا الزمن، لانه اول شيء هو هذا تماس. ثم احنا ثورتنا انطينا عليها دماء كثيره، يعني انطينا شباب تسوى عمرهم وتسوى، خلي اقول الكل من منتمين لهاي الناس اللي هم يعترفون بهم، اذا كانت عشيره معترفه به او عائله معترفه به، تسوى كلهم هذول، كل قطره دم من العراق من شبابنا الورود اللي راحت،
شبابنا اللي هم بنات المستقبل، اللي هم راح ينجبون اجيال ايضا مثقفه مثلهم، لانه اطباء ومهندسين واعلاميين، يعني كافي عليهم ان صفوا صفاء واحمد. هذا اللي يحز بنفسي وبقلبي اني انه اني في بغداد، وهذا ابن البصره ابن بلدي، يعني اني كلش متالمه، وغيره 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 كثير من الناس، يعني ما تحضرني هاي الاسماء، لكنه حرام انه هؤلاء يجون يحكموننا احنا الناس المثقفين وهم ناس مجرعاء. يعني اقول لحضرتك، يعني مثلا مدينه الصدر منتمي لها الصدر من اسم، يعني عفوا، والنجف ايضا المفروض هسه افضل شيء هو دا يجمع بالمليارات ودا يبوق عنده كومه ذيول بالالاف وبالمليون، هو عمار الحكيم. يعني المفروض على الاقل فد مبادره صغيره توزع لكم لقمه للعالم. يعني الثوره ترزح بفقر يعني محدق الى ابعد الحدود، كثير بها ناس تعبانه ما متعلمه، ناس متخلفه، ناس يعني كل هاي الهوسات والزيارات والهوسات ثلاث ارباعها من عندهم ناس ما مؤمنين بشيء، مجرد يعني ماكول مخهم بالخرافات وبهاي الامور التعبانه. فانت المفروض انت منتمي لهذه وعندك فلوس وعندك هلقه برجال، بدل ما تجي تقتل الشباب وتقتل الحريه، روح علم، روح ثقف، روح وكلهم الدولة خطيه، ثلاث ارباع اللي بالمزابل اللي دي ياكلون من المزابل ومن القمامات، هؤلاء من اولاد الثوره، ثلاث ارباع من اولاد الشعله، من اولاد قسم من الشعب، وقسم من ابو تشير، وقسم من يعني شرط اقول لك من مناطق كلش تعبانه، هم نفسهم اللي يتابعوهم يتبعوهم ويصفقون وراهم ويركضون وراهم. فالمفروض مثل ما هذول ينطوكم، ليش ما تتبعوهم؟ ليش مخليهم بالشوارع جائعين؟ ليش اللقمه يعني صدقت حل عليهم حقيقه؟ سأعود اليك بعد قليل دكتوره بشرى. دكتور رافع، المبادرات المحليه من العراقيين بجمع الطعام لمن هم في البيوت، من ليست لديه القدره على الشراء، قاموا به ما لم تقم به السلطة الحاكمة صاحبة المليارات وصاحبة القدرة على إطعام العراقيين، جهود ذاتية فقط هي من يقوم بها العراقيون. لذلك أستاذ محمد، هذا الفرق بين من يحكمون العراق وبين الشعب العراقي. لذلك كل من يحكمون العراق، هذه العملية السياسية وكل من يمثلها وأحزابها وقواها، ليس لهم علاقة بالعراقيين. لذلك الثورة طلعت ضدهم، لأنه ما لهم علاقة بالعراق، لو قلبهم على العراق، لو فكرهم مع العراق، ما حصل بالعراق هذا اللي حصل. أهل العراق أهل طيبة وأهل كرامة وأهل نخوة وأهل دين ويحبون بعضهم، وعمرهم ما فرقتهم حتى قبل 2003، وهذا ما له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق. العراق من قيام الساعة وهذا العراق. الناس تشارك بالحزن وتشارك بالفرح، يفرح مع جاره ويحزن مع جاره، وما له علاقة هذا سني شيعي كردي عربي مسيحي مسلم، ما له علاقة صابئي، ما له علاقة. العراقي متعاطف مع ابن بلده، يحب ابن بلده، يحب بلده. هذه الحقيقة. لذلك يشعر بي العراقي المسكين، يقاسمك الخبز اللي بحلقه، يطلع اللقمة اللي بحلقه وينطيك اياها، هذا العراقي. وهذا معروف عن العراقي والعالم كله يعرف. لذلك أهل العراق مميزين عن العالم كله، وهذا ليس، وأقولها يمكن للمرة المليون، هذا ليس انتقاصا من الآخرين، لكن هذا واقع الحال. أهل العراق يتميزون عن كل الدنيا برجالهم بنسائهم بأطفالهم بكل 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 كل فئاتهم، يتميزون عن العالم كله، أجمل شعوب الأرض فكرا وخلقا ونخوة وأصالة، هذه حقيقة. لذلك أهل العراق متميزين بكل شيء. ما يحكمهم بالتالي يحكمهم هذه الشرذمة المصيبة الكبيرة، هذه كارثة كبيرة. الشعب نعم هو هذا الشعب يحاول يتكافل مع نفسه ويعين بعضه، يسووها وسووها بكل المحن هم كانوا صحيح. كانوا يفعلوها. وهذه الحكومة لا هي، وهذه القوى اللي تحكم العراق قوى لا هي تكذب نار كلها. اسمع شعاراتهم واسمع كلامهم واسمع منهج الحسين اللي هم بنوا الدولة عليه، كذبة كبيرة. ويعني واحدة من أجمل أهداف هذه الثورة المباركة اللي استطاعت أن تحققها أنه أسقطت أقنعتهم. أقنعتهم سقطت وظهرت وجوههم البشعة، وظهرت أفعالهم البشعة، وظهرت تصرفاتهم وانتماءاتهم لمن ينتمون. هؤلاء ليسوا من العراق ولا ينتمون للعراق، والعراق ماضي إلى التغيير شاءوا أم أبوا. وهذه الثورة وضعت اللبنة الأساسية وماضي في طريقها. يعني أنت تحدثت عن هاشتاق ثورة ستعود أو وعد أن الثورة، وهذا حق. يعني هذا تأكيد لأن الثورة هم يعتقدون الآن انحسارهم من الساحات بسبب هذا
لأن ذول اللي يخافون على العراق أكيد يخافون على أهل العراق، يخافون على نفسهم، يخافون على الثوار، فقللوا الأعداد خوفاً أنه روح وقعد ببيتك خوفاً من هذا المرض، من هذا الوباء. لكن الثورة وين؟ الثورة موجودة، وفي لحظة معينة ستخرج هذه الموجة الكبيرة اللي تزيحهم انتهت. يعني الموعد القادم، وإن شاء الله يأتي قريباً وينتهي هذا كله، الموعد القادم سيكون بإزاحتهم كلهم ذولا. لذلك أنا أقول إنه هذولا لا ينظرون أبعد من موطئ قدمهم، وهذه الكارثة. هم يعتقدون إنه باقين وهذه الكراسي باقية ويتصرفون بهذه الطريقة. لدينا كارثة، كوارث مو كارثة، كارثة صحية وكارثة اقتصادية وكارثة سياسية وكارثة مجتمعية وكوارث بكل الاتجاهات. هذه هم مسؤولون عنها، والله يعين النظام الجديد القادم، نظام وطني، شلون راح يستطيع يعالج كل هذه الكوارث؟ بس يقدر، راح يقدر بمعاونة الشعب، لأنه أنت دائما كل نظام سلاحه الأساسي هو الشعب، من يحميه، من يقف وراه، من يدعمه، من يضع قاطرة الحكم على السكة ويدفعها هو الشعب. إن لم يكن الشعب يفعل هذا، القاطرة تبقى وحدها وستسقط، والسكة ستنتهي وستقطع وينقلب القطار. وهذا ما مصير هؤلاء بالعملية السياسية. يعتقدون إنه قاطرة العملية السياسية ماضية في طريقها، لا، هذه السكة سترفع وسيسقط هذا القطار في هاوية سحيقة ويأخذهم معه، والمستقبل لأهل العراق مهما فعلوا، مهما الكورونا فعلت، مهما هذا الوباء، وندعو الله إن شاء الله يعني بأقل الخسائر، أقل التضحيات. هؤلاء الشعب لا يستحقون الأذى بعد ما تحملوا كل هذا الأذى طوال هذه هذه السنوات. دكتورة بشرى، تحدثتي قبل قليل على موضوع شخصيات ذكرتيها، وهي على سبيل المثال مقتدى الصدر. هناك بعض الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأكياس البلاستيكية فيها بعض المواد الغذائية وموضوعة عليها صورة مقتدى الصدر. هل بديننا الإسلام معروف عنا أنه إذا أعطى شخص إلى فقير أن يظهر ما أعطاه أو أن يخفي عن يده اليسرى ما أعطاه باليمنى؟ هذا بديننا الإسلام. طيب، مقتدى الصدر وهو يقوم بهذه الأفعال، هل سيغير نظرته أمام المجتمع العراقي بعد أن رآه، بعد أن شاهد ما قام به في ساحات التظاهر وحتى قبل ساحات التظاهر من قمع، من فساد ومن غيرها؟ هل بهذه الحركة سيغير نظرة المجتمع له؟ تأكيد لا. أولا من خلال، اسمح لي طبعا، من خلال قناتكم أنه أحب أن أحيي كل إنسان وطني وكل إنسان عراقي شهم وشريف وإنسان حب، يعني شايل الحب الوطن في ما بين أضلعه، في قلبه، في راسه. أنه أشكرهم جدا، أشكرهم لأنه كمواطنة عراقية أنا أشيل راسي بهؤلاء الناس اللي هم متكاتفين الآن. وتصور الآن، أنا شفت قبل شوية أنه شاب، يعني حتى بقية الدول الكبرى ما صنعوا هالشيء، أنه دي يصنع جهاز تعثير للإنسان، جهاز جديد. يعني صور في الإنسان العراقي إنسان يعني متكاتف متعاون. بنفس الوقت أشكر كل أول شيء القوات جميع أنواعها وصنوفها، من جيش ومن شرطة ومن وأيضا أطباءنا الرائعين الأبطال اللي هم واقفين الآن سد من يأودين ينتظرون البارحة. أنا نشرت حقيقة من ضمن الأطباء واحد قاعد يبكي، يقولهم بس أقعدوا بالبيت، قام يبكي يقولهم لو شوفون الجثث، لو شوفون العالم إيش دا يصير بي. فالمفروض هؤلاء الناس إنه يتعبون ويقعدون ببيوتهم. المهم، فأني أشكر هؤلاء أستاف الطب وأستاف من خلال تعاونهم. من خلال بالنسبة لهذا الموضوع، أنا دائما مني يطلعون بعض الأصدقاء اللي على الفيس إنه منظمة إنسانية تطلع صور أطفال، البنات بالأخص، يقولون هذول انطيناهم منهم صغار، نطلعهم شعثين وملابسهم وسخة. أنا أنزل عليهم أحيانا حتى على الخاص أدخل أقولهم أول شيء الدين الإسلامي حرم إنه أنت تكشف هوية الإنسان اللي أنت أو تتبرجح بما تعطيه. أنا لما أنطي الفقير ما أقول قد أنطيته، أو ما أقول إنه أنا أنطيت لفقيرا ما، فأقولهم أنتوا عيب إنه، وحتى مخجل إنه مستقبلا على هؤلاء البنات بالذات لما يجون يخطبوها يقولها إحنا شفنا صورتك تصدق عليك الناس. إحنا لأن مجتمع صغير، ومجتمع يعني شلون محصور صغير بعاداته وتقاليده،
يعني احنا مجتمع يؤمن بعقائدية او عشائرية واشياء بالية حقيقة، يعني لحد الان احنا ما تخلصنا من البدائية من ذاك الزمن ولحد الان، يعني رغم كل التطورات كل اللي احنا نمر به. صح احنا عندنا ثقافة عالية، لكن نفس الوقت باختصار دكتورة بشرى، يعني هل سيغير ما يقوم به مقتدى الصدر الان من نظرة العراقيين؟ لا بالتأكيد، لا ان شاء الله راح اوصل لك اكيد. يعني حقيقة هو هذا مقتدى، يعني كثير صارت الى اشياء، يعني اخرها انه يعني قال فتوى انه اطلعوا زياره، بنفس الوقت تراجع عنها. فهذا الانسان انسان غير متزن، يعني حتى انا كتبت على قلت يا ريت لو ودوه للمصحه افضل، او اذا اكو هناك محاكم دوليه المفروض انه ينسجن هذا ينحجر، لانه يوميا مسوي له فد مصيبه ومشكله. فهذا يريد يعني يوميا يعبر موجه، يريد يطلع اسمه، ما اعرف شنو هالمرض هذا، انت شنو؟ ايش عندك شهاده تتهم بيها؟ تعرف حتى قراءتك كتابتك هم يكتبوا لك، واستوى قد تتعلم على الحاسوب ذاك اليوم طلع له صوره استوى يدقش هيك بالحاسوب تو. زين انت شنو شايف نفسك تعبر على ملاك تريد تصير رئيس وزراء مثلا مثل ميركل مثلا تصير رئيس، او مثل بوتين لو غيره، انت ما تجي تردومه لهم حقيقه، فانت تريد تبيض جلدتك يوميا طالعنا بشغله جديده، على اساس انت تبقي تصدق على العالم؟ المفروض ذول الناس مع احترامي للنعمه يرفسوها رجلهم ويقولون احنا ما نريدها، بما انه هذه النعمه من دم متغمسه بدم اولادنا، وبنفس الوقت هاي النعمه اللي جايبها فلوسها مو صح من قطعها من حلق الفقراء، لكنه بنفس الوقت هي مدسوسه مغمسه بحدود ناس تكرهنا، اعدائنا مغمسه بسم من اعدائنا، وربما الله يعلم ايش مدرينا وش مخلينا بيها، ربما فيروس، ربما يعني جرثومه، كل شيء يصير يخلي، ربما سم، يعني كل شيء يطلع من ايران ومن مقتدى، كل شيء يصير، لان هذا الذيل مالتهم وايد الطوله مالتهم. شكرا جزيلا لك. هو يريد يبيض وجهه ما يتبيض، طول عمره لو يموت ما تبيض وجهه، وجه صدام تبيض، القاتل والديكتاتور تبيض وجهه، لكنه مقتدى مستحيل راح يتبيض وجهه صدقيني. طيب ابقي معنا دكتوره دكتوره بشرى، سأعود إليك بعد قليل. دكتور، خلية الأزمة أو ما يسمى بخلية الأزمة الآن المسؤولة عن إدارة الموضوع في العراق الآن، العراقيون إن بقوا في البيوت سيموتون جوعا، هذا لسان حال العراقيين، ولذلك نراهم يستمرون بالخروج، خاصة الفقراء يستمرون بالخروج للبحث عن طعام، لأنهم يعيشون على أجر يومي غالبيتهم. كيف سيتعاملون مع هذا الوضع؟ أنا أشكرك أستاذ محمد، لأنه هذا فعلا يعني سؤال مهم، وهذه الصورة حتى تكون واضحة. نعم. في كل دول الدنيا الآن بعد هذا الوباء منتشر، الدول التي تحترم مواطنيها اللي مواطنيها لهم قيمة عندها، يعني الحكومات والدول اللي مواطنيها لهم قيمة. نعم. عليا عندها، واللي تعمل ليلة نهار من أجل إسعادهم من أجل تقديم شيء لهم، هذه من البداية يعني، وقبل هذا قبل هي لديها هيبة لدى المواطن. نعم. لأن المواطن في علاقة احترام، علاقة تقدير عالية جدا، لذلك للدولة هيبة عندهم. نعم. نحن في العراق هاي مفقودة. هذه الدول عندما بدأ الكورونا وأصدرت قرارات بمنع التجوال، هي تعرف أن هناك فئات فقيرة. نعم. أن هناك فئات تعمل بقوت يومها. أن هناك أعمال يعني يدوية. نعم. رب الأسرة يخرج يوميا يشتغل بها كحلاق، ما أعرف شنو. نعم. أي أجر يومي أخرى، أجر يومي يجيبه ويسوق ويملي. نعم. هذه السلة مالته لعائلته، عندما تغلق عليه يعني منع التجوال وتوقف، أنت أمامك كارثة كبيرة. نعم. الدول هذه فكرت بهذا الموضوع. لذلك قدمت رواتب وقدمت معونات لكل هذه الفئات. نعم. فئات كبار السن وفئات العاملين بالأجر اليومي. قدمت لهم، عندها صندوق خاص عارفة. نعم. في أوقات الطوارئ تسعفهم لهؤلاء، سعفتهم. تفرغ خزينتها، خل تفرغ خزينتها، المهم شعبها يبقى. نعم. حي ويبقى طيب وتجنب هذا المرض. فبذلت كل هذه وأصدرت قرارات وقوانين. نعم. لمساعدة كل هؤلاء وبقائهم في بيوتهم، وقدمت لهم سلات من الغذاء وأموال. نعم. ورواتب معينة شهرية تكفيهم شهرين وثلاثة، حتى أجور يعني أجور بيوتهم اللي. نعم. ساكنين بيها. نعم. الإيجارات لم تدفع. قوائم الكهرباء والماء والغاز لم تدفع. نعم. الدولة تحملتها،
لأنه تعرف أنه هذا انقطع رزقه وغير قادر صحيح. وهي تريد أن يجلس بالبيت. نعم. عندما لا توفر له ذلك سيخرج إلى الشارع لأنه مطلوب عنده. في العراق ليس منهم يعني هذه الطبقة السياسية لا تفكر بالشعب. لديها احنا 80% اكثر من 80% شنو ثمان اكثر من 90% من العراقيين هم فقراء. نعم. اذا ما يخرج الى رزقه ينتهي. صحيح. والباقيين يعني هي الدولة تتحدث هذه الارقام. هذا العراق كله فقير وهو العراقي فقير وللاسف جدا هو يقف على اغنى قطعه ارض بالعالم. نعم. هذه الارض اللي الله حباها بالنفط والخيرات والثروات والمعادن وبالتالي كل الدنيا تتصارع عليها ومواطنها فقير وهؤلاء الثلة اللي يحكمون العراق يعني غرقانين بالفساد وبالأموال هذه مصيبة. نعم. بالتالي أنت دولة ليس لها هيبة أمن غير موجود لا أحد يحترم الدولة ويعرفون الدولة فاسدة وخربة والعالم طالع عليها صار 6 أشهر بالتالي ماكو احترام للدولة. نعم. ثانيا الدولة لا تفكر بالمواطنين 3/4 المواطنين العراقيين هم كسبة إذا ما يخرج قوت يومه تموت عائلته. نعم. فيضطر يخرج خروجه يعرض إلى مخاطر الاختلاط يعرض إلى مخاطر لذلك أنت تجد في الأسواق في أماكن الناس صحيح. تشتغل ولا كأنه أكو حظر للتجوال ولا صحيح. فأنت يشوفوك شوارع معينة قريبة من عندهم يقول لك حظر التجوال لكن في المناطق الشعبية الحياة ماشية مثل ما هي لكن المرض يكثر دي الزايد مصيبة هذه وهذا من يتحمل مسؤوليته ومن يتحمل نتائجه هذه الطبقة السياسية لذلك أنا قلت هذولا ما لهم علاقة بالعراق لو كان لهم علاقة بالعراق لكانوا 17 سنة بنوا تجربة بها خير تجربة يحترمها الإنسان بنوا دولة يهابها المواطن ويحترمها وتقدر المواطن وتحترمه وتحترم حقوقه ولكان في أوقات المحن هي لديها خطط معينة لأوقات المحن ولأوقات الأزمات وساعد مواطنيها وعدها مستشفيات زينة وعدها مراكز صحية زينة وعدها خزينة تنفق بها احنا الآن كل اللي خايفين الرواتب راح تجي لهم ما توفر النفط انخفض وما عندهم والرواتب تكلف شهرياً 4 مليارات وكل واردات النفط ما تجي 3 مليارات مين راح يجيبون راح يداينون من برا وهذا الدين مكيفين انه احنا لا الدول تداينا صندوق النقد الدولي هو رفض يداينهم بس مع ذلك يتفاخرون انه الدول وليش هو هذا شنو يعني زين اذا رضوا الدول ورضوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعني داينوك ودين في رقاب من راح يتحمل راح يتحمل الاجيال القادمه انتم راح تنهزمون وتموتون لكن الاجيال القادمه راح تتحملها من العراقيين هذه الديون برقبتهم لانه كلها ديون سياديه وديون مضمونه من دول وبالتالي راح ياخذوها وهذه الكارثة الكبيرة وهذا يدلل بالنتيجة بالخلاصة أن هؤلاء الذين يحكمون العراق ليس لهم علاقة بالعراق وما يحصل في العراق الآن من أن الفقراء يخرجون إلى الشوارع لكسب رزقهم من حقهم لا أستطيع أن ألومهم رغم أن الجهل رغم أنه أنا أتحدث عن الجهل أتحدث أنه لكن هي الدولة ليس لها هيبة والدولة ما تساعدهم إلى يعني من يساعدهم هذا اللي يدخل البيت وما يلاقي خبزه شو يسوي وزوجته واطفاله بلا 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 اكل ولا 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 ماء ولا اي خدمات شو يسوي يضطر يخرج ليعمل وخروجه يعرضه الى المخاطر وخروج اولاده يتعرضون وهذه هي الكارثه الكبيره وهذا هو البناء المتهاوي اللي بنوه من 17 سنه الان انكشف بهذه بهذا المرض وبالتظاهرات انكشف بشكل واضح جدا وعيب على العراقيين بعد يحكموهم مثل هؤلاء الشكول عيب على العراقيين ننتظر الان الظرف يصير لو ما يصير يصير ما اعرف من هو علاوي لو هي هاي القضيه ليست هذه ليست ظرفي وليست علاوي وليس العبادي ولا المالكي ولا المقتدى الصدر هؤلاء كلهم اسماء مشاركه في خراب العراق ودماره المصيبه في هذا النظام كله ان يذهب الى المزبله والعراق يبني نظاما جديدا وطنيا يحافظ على أهله يحافظ على ناسه يحافظ على ثرواته ينقذ ما يمكن إنقاذه يشوف تعليمه ويشوف الصحة ويشوف الناس يشوف يعلم الناس يوقف الجهل يوقف المرض هذا المطلوب من العراق وهذا الثورة ما طالبت به هذا فحوى عنوان نريد وطن هذا خلاصة العنوان صحيح. عندما كانوا يسألون الناس شنو تريد وطن واحد من الميليشيات يوقفه شنو تريد وطن ليش ماكو وطن لا ماكو وطن هذا اللي يريد المواطن هذا اللي طلع لي يقول لك يريد وطن هذا اللي يريد تعليم جيد يريد صحة جيدة يريد بلد محترم يريد هوية محترمة يريد علم محترم يريد بلد مصان سيادة مصانة استقلال مصان أمان
خدمات، أوقات للطوارئ محسوبة، خطط محسوبة، تنمية، صناعة، عمل، هذا اللي يريد المواطن. لذلك البلد غير موجود، لذلك قال أريد وطن، لأن الوطن ما موجود مسروق، هذه الحقيقة. سأعود لك بعد قليل. دكتورة بشرى، يعني هل تعتقدين أن البقاء في المنازل من قبل المتظاهرين ويعني ضعف زخم الثورة الآن بسبب موضوع حظر التجوال وبسبب حرص المتظاهرين على عدم تفشي الفيروس، هل سيؤثر على معنويات المتظاهرين والثوار بعد أن تنتهي هذه الأزمة من العراق؟ بالعكس أبدا ما أثرت هذه، لأنه هذا شيء إجراء جدا ضروري أنه إحنا نتخذه، بالأخص إحنا كثوار وقلبنا على البلد وعلى شعبنا، ضروري أن نتعاون مع الآخرين. وبنفس الوقت أولا الدليل أنه الساحات ما تفرغت لحد الآن، إحنا قلصنا من الأعداد اللي تتواجد بالساحات حتى لا يكون أكو اختلاط أكبر. ثم الباقين قسم من شبابنا دي يعملون بالمناطق السكنية، يعني يدزون مواد غذائية، بنفس الوقت يساهمون في بناء حظر التجوال مع الآخرين، مع القوات، مع المسؤولين، بنفس الوقت يساعدون في الكشف عن الناس اللي يعرفون أنه عندهم أكو بعض العوائل، يعني ما يحبون أنه يطلعون يقولون إحنا عندنا مصابين، فبعض الشباب بيتعاونون وياهم بنفس الوقت أنه يكشفون هذه الحالات اللي متغلغلة بين المجتمع حتى لا تتفشى عندنا، يتفشى هذا الفيروس وينقل إلى أكثر ناس. فثورتنا باقية إن شاء الله وتقوى، بالعكس إحنا نقوى، لأنه إحنا هاي يعني هذا الفيروس بالذات، يعني إحنا كثير كشفنا الحكومة وهاي الناس اللي هي حاكمتنا والناس المتغلغلة بياناتنا اللي هم ما يحبونه وما أعدانه وما يحبون الوطن، إحنا كثير بمواقف كشفناهم، لكن هذا الموقف أكثر شيء هو بين إنه هؤلاء الناس إيش قد ما يحبون الوطن وهم ما منتمين للوطن. أتصور بيجي ظرف، بيجي ظرف إنه البلد إحنا نعاني من شحة مواد، من ميزانية يعني تعبانة، تصور يهدون إلى إحدى الدول اللي هي جايين من عندهم ونسايبهم، يعني ما نقول غير شيء، أهلهم ونسايبهم يهدوا لهم لهاي الدولة 76 ألف كرتون أو صندوق كبير مع الكمامات، وإذا إحنا عندنا شحة بالكمامات دي حتوصلت الكمامة عبرت 10,000 دينار الكمامة الوحدة، وما متوفر عندنا لا كمامات ولا، فهذه إحنا ثورتنا، إحنا ردنا هذا الشيء إنه يكشف لهم للمواطنين إنه بؤس هذه الحكومة اللي هي تقودنا، واللي هؤلاء اللي هم مو بمستوى المسؤولية ولا حبهم للعراق وانتماءاتهم جدا واضحة، بالدليل إنه ولا أحد من عندهم طلع طمن المواطن العراقي، ولا أحد سأل عن المواطن العراقي، ولا حد بالتلفزيون هسه لا تطلعون مباشر وياهم، إن أنتم تخافون من الناس تقتلكم لأنه أنتم سيئين وتعرفون أخطائكم كثيرة ويا المجتمع، فعلى الأقل من خلال التلفاز يعني ناشدوا الناس، قولوا لهم احنا معاكم، يقولوا لهم احتياجاتكم شنو، خلوا خط ساخن اللي محتاج شيء يجي يتصل بهاي الدوله. وضحت الفكره دكتوره، يعني اشكرك دكتوره بشرى عبد الواحد عضوه اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، كنت معنا في هذه المتابعه الخاصه. في سؤال الاخير لكم دكتور رافع، كثير من دول العالم عمدت الى اخلاء السجون من المعتقلين نظرا لموضوع تفشي فيروس كورونا، الا العراق لا يزال يحتفظ بمعتقليه، ما السبب؟ لاحظوا هذا يتعلق حتى بالإجابة السابقة، قلت إنه الأنظمة، الحكومات، الدول اللي تحترم مواطنيها واللي تحترم حقوق الإنسان، اللي تراعي بلدها تفكر بهذا التفكير. لكن في العراق هو كل شعب العراق في السجن، في سجن كبير حقيقة، يعني الآن كل شعب العراق في سجن كبير، هذه المصيبة الكبيرة مال كورونا هذه سجن كبير. وأنت في بلد نخروه ودمروه، أنت في سجن كبير. أقرأ بالأخبار، يعني فرنسا مثلا تطلق سراح 1600 سجين ولديها حوالي 4000 ستطلقهم يوم غد أو بعد غد، ستطلق سراح وهكذا بالنسبة إيران للدول. إيران معلمتهم أطلقت حتى إيران معلمتهم هم أطلقت السراح، لكن هؤلاء لا يريدون هذا الموضوع، هذه مصيبة، لا يراعون حقوق الإنسان. وكل هذه الدول، دعني أقول أنه كل هذه الدول من دخل السجن في فرنسا وفي ألمانيا وغيرها واللي أطلقوا صراحة هو مجرم فعلا، يعني مدان ومحاكم صحيحة وقانون وحقوق، وقد تجد نسبة الخطأ بالأحكام لا تتجاوز 1% بالمعرفة. لكن احنا الغالبيه العظمى موجودين في هذه السجون والمعتقلات السريه المعلنه وغير المعلنه، هم من المغيبين، من الابرياء، من الذين لم توجه لهم تهمه، غالبيتهم
80% من عندهم 90% منهم لم توجه لهم التهم. نعم. يعني لم يقدموا لقاضي، لم يوكل لهم محامي أبدا. نعم. يعذبون وفي هذه السجون من سنوات. نعم. 7 سنوات و10 سنوات وبالتالي. نعم. أنت يعني هم أصدروا حكم بموتهم الآن. هذا المرض، هذا التكتل، يعني الأعداد الهائلة لدينا. عشرات الآلاف من المعتقلين. 750,000 تحديد. نعم. أكثر بلد بمعتقلين. وأنت ماسكهم بهذه الطريقة لماذا؟ دول كثيرة وقعوا تعهدات أنه اطلع بهذه الفترة، وإذا ما كتب له الله الحياة وراه يرجعوا للسجن بعد أن تنتهي هذه الأزمة. نعم. ويعرفون وين يجيبوه دولة وموجودة. أنتوا ذولا لا أبرياء. نعم. مغيبين عن عوائلهم، على الأقل طلقوهم، لأنهم أغلبهم مرضى، أغلبهم يعانون هذه أمراض السل والجدري والمعرف منه والجرب. نعم. كلها جتهم. صحيح. وهم بالسجون مساكين، ومع ذلك جت هذه الكورونا، هذه التجمعات. يعني إذا واحد مصاب واحد كلهم سيقتلون. نعم. في أماكن سيئة بالتهوية وبالإضاءة. نعم. وبالحياة وبالأكل وبكل شيء. اطلقوا صراحهم، خافوا من الله، اطلقوا صراحهم، خلي يروحون لأهلهم، خلي فحصوهم وشوفوا شكوا بيهم. نعم. واطلقوا صراحهم. لكن أنت يعني أسمعت إذ ناديت تحية، لكن لا حياة لمن تنادي. صحيح. هؤلاء يعني ليس لهم لا رحمة ولا. نعم. قبول ولا فكر ولا إنسانية ولا خلق، وشعبهم يعاملونه كما يعامل بإجرام. نعم. بفكر إجرامي وتصرفات إجرامية، وهذه شعاراتهم سقطت. يعني لا نتحدث الآن عن شعار، تحدثوا لي عن شعار محبة الشعب، ديمقراطية، حرية. نعم. الحسين منهجنا في بناء الإنسان والوطن. كذبة، هاي كلها سقطت. سقطت الآن. الآن. نعم. مواجهة واضحة، الوجوه البشعة كلها طلعت، وهم قادة ميليشيات. نعم. وعصابات للسرقة والقتل ليس أكثر، وبس الله يعين العراقيين. نعم. وتنقضي هذه القضية، وتأتي هذه الموجة الكبيرة للزيحهم، وتعيد الحقوق إلى أهلها وإلى ناسها وإلى العراقيين، ذول الشرفاء المساكين اللي يعانوا طوال هذه السنوات لعقود يعانون. نعم. وندعو الله أن يحفظهم. نعم. ويجنبهم كل أذى وكل سوء وكل هم وكل مرض. شكرا جزيلا لك دكتور رافع الكاتب والباحث السياسي معنا في هذه المتابعة الخاصة، ونشكر كذلك الدكتورة بشرى عبد الواحد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كانت معنا عبر الهاتف من بغداد. والشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة. إلى اللقاء.